صفوان بوعزيز أصيل منطقة مازو وزيان، باش نحكي اليوم على قضايا تم تلفيق من قبل الحكومة الانتقامية، قضايا من قبيل تكوين وفاق قصد إضرار بالأملاك الخاصة والأملاك الغير، تعطيل حرية شغل أو حرية عمل، الأداء الموظف أثناء أداء عمله. قضايا هذه هي نفس ذكرنا نفس قضايا بن علي كان يلفق فيها من المناضلين الاجتماعيين للناس اللي كانت ضد منظومة كاملة، منظومة قمعية، منظومة كانت حارمة الشعوب أو الشعب التونسي في حقه الطبيعي في تنمية جهوية عادلة، حقه الطبيعي في حرية شغل. القضايا هذه هي موجودة توا عند حاكم التحقيق، موجودة عنده وكيل الجمهورية والنيابة العمومية، كانت على خلفية اعتصامات قمنا بها أنا ومجموعة من الرفاق، مجموعة من النقابيين بمنطقة مازو بوزيان للتعبير عن غضبنا والتعبير عن أن الثورة ما حققتش أهدافها كاملة وما أعطتش للمحرومين والمفقرين والمهمشين حقهم حقوقهم. أنا كيف عندي توا عام ونصف ريشيرشي مع مجموعة من الرفاق والأصدقاء، يعني هذا علاش 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 كان صار كما هكا. كنا نحلموا بمستقبل أفضل لتونس كيف بقية الرفاق في كامل مناطق الجمهورية، الشعب التونسي كل كان يحلم بواقع أفضل، كان يحلم بمستقبل أفضل. شنو نلقوا اليوم؟ نلقوا كان التهم، نلقوا كان تجريم مناضلين اجتماعيين، نلقوا سجن السياسيين، نلقوا الاغتيال السياسية، نلقوا الإرهاب. حكومات التي نشأت بعد 23 أكتوبر وهي حكومات تعتبر أن الحراك الاجتماعي هو جريمة، وتعتبر أن المطالب المتمثلة في التوزيع العادل للثروة والحق في التشغيل هو جريمة. لذلك أعتقد أن هؤلاء الثوار، أقول جيدا الثوار، تماما كما كانوا أيام 17 ديسمبر والأيام الموالية، بقيت هذه الشبيبة رافعة لنفس الشعارات، لم تغيرها الانتخابات، وآمنت أن النظام لم يسقط، وآمنت أن التعذيب لم يسقط، وآمنت أن أهداف الثورة لم تتحقق. لذلك واصلت هذه الشبيبة على نفس النسق وبأشكال سلمية. على سبيل المثال، ما جد بمنطقة العمران فتية متحصلين على شهادات جامعية، وضمننا هذه الشهادات الجامعية بعشر ملفات تحقيق في تهم خطيرة جدا، أهمها تكوين وفاق وغيرها من الجرائم الخطيرة وحيازة أسلحة. هذه التهم الخطيرة والباطلة تؤكد رغبة السلطة التنفيذية ومن بعدها السلطة القضائية في إيقاف هذا النزيف. أرادوا أن يقولوا هذه السلطة أرادت أن تقول لهذا الشباب كف واصمت إلى الأبد. فاليوم هناك دولة واليوم هناك نظام، وكل من يخرج على النظام يجد نفسه بطبيعة الحال ملاحق ومطارد من قبل الأمن ومن قبل القضاء. هذا من ناحية. لذلك أعتقد أنه ما يحصل اليوم تماما كما حصل أيام 17 ديسمبر، تماما كما حصل في التحركات التي جدت قبل أن يشعل البوعزيزي نفسه، تماما كما حصلت أيام بورقيبة وبن علي. الملفات هذه في قراءة خاصة أعتقد أنها تؤكد أن النظام التونسي هو نظام بوليسي بامتياز، وهو نظام لم يسقط. لذلك تراه أنت ترى أن أنصار الحكومة، سواء كانت الحكومات ما قبل جمعة وما بعد جمعة، كلها تكفر هذه الشباب وتعتبرهم لصوص وحرامية وتعتبرهم قطاع طرق. قالوا كنا قلة قليلة وكان يسخر منا البعض، تماما اليوم مصممون على مواصلة وعلى رفع الراية إلى أعلى، راية الحق في الحياة الكريمة، وراية التوزيع العادل للثروة، وراية الحق في التنمية.